تلاعى موسق جراحك واضبط الإيقاع. نبقى الآن مع قصيدة لأستاذنا الدكتور سفير يمثل أحلى بلد ويزرع شعرا حقول الجسد أستاذي والعضو الإداري في المركز الثقافي العربي الأمريكي ثقافة نون السفير الدكتور علي عجمي. مساء الخير. يقول أبو العلاء المعري مخاطبا الإنسان: خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وتعرفون قصيدة الشاعر اللبناني المبدع إيليا أبو ماضي الطين، وجد أن الإنسان رغم كونه من طين يتعالى ليعود في نهاية الأمر إلى هذه قصيدة كتبتها في السياق نفسه، هرقل، كتبت في لحظة حرجة، كنت تحت وطأة المرض فرأيت هذا الجسد الذي يشبخ ويتعالى بلحظة ما يصبح أعجز من أن يحرك جفنيه، أن يتنفس. كنت أرى في نفسي هذا الطول وهذا العرض، فإذا بحبيبات صغيرة في الأذن الداخلية. تخيلوا حبيبة حجمها تحتاج إلى مكب، إلى مايكروسكوب قوته 10 أو 15 ألف مرة كي تراها. إذا اختلت من مكانها تضيع. أين أنت وهذه العظمة؟ تخالك يا بني أمي هرقلة، تخالك يا بني أمي هرقلة فتشمخ للعلا، تخالك يا بني أمي هرقلة فتشمخ للعلا وتفيض جهلا، تخالك يا صدى نفسي هرقلة فتغلي متعة وتفور جهلا وتكبر جثة لتعود طفلا كأنك مذ درجت بقيت طفلا. ونفسك تلك، ونفسك تلك ما شبعت جموحا وما تركت بأرض الكبر نخلا، ورأسك ذو الجلالة هامتيها، وفكرك ذو الفخامة دام ظلا، وقلبك يدعي الإيمان جهرا وينتهك المحارم حين يسلى، وترقى سلم الأيام طوقا لعل الجاه تدركه، لعل وتطلق قامة كالنار برقا لتدرك في السماء قمرا، وأعلى لأنت الريح، لأنت الريح عصف الريح عات تدير خرابها وتدور جذلا، وأنت الشمس عاشقة العوالي ومن يعلو سواك، إذا استهلا فأنت إمامهم وتسود فيهم، وهم جمع تقاطر كي تطل علي الرأس، علي الرأس منتصب القوافي جليل القدر، باعك ما تخلى
إذا اجتمع الجمال بكل بيت تراك أميره وتراك أحلى وما بأس العزيمة من سراب، ولكن صار بين يديك فعلا وتبني قلعة للمجد عزا، وأنت المجد والعز المعلى، وأنت الرمز تعشقك الصبايا وتزرع في برار العشق حقلا، وأنت الغار والعسل المصفى، وأنت العرس والنصر المحلى، ولكن الزمان لذو عواد فيغدر لحظة ليصيب فحلا، فتلقى رأسك المرفوع شلوا وتلقى صوتك العالي تولى، وتلجأ للخزائن على إرثا يدافع عنك منقصة وذلا، وترنو للسنين وللمعالي فقد ضاعت وما أبقت محلا، فيهتز الكيان ويعتريه دوار قاهر ينهال قتلى، وما تدري إلى ما العقل أضحى، ولا تدري إلى ما الجسم ولا، فما تدري إلى ما العقل أضحى، وما تدري إلى ما الجسم ولا. أيعقل أن حبات دقاقا تهرهر سيدا جسدا وعقلا لتصبح كاليتيم بلا أمان، وتصعق في ثوان صرت كهلا، وتدرك ما تواجهه سريعا، فضعفك قاهر وقواك ثكلى، وما في الجسم من عضد يحامي، وما في العقل من عقل تجلى. فدع عنك التكبر يا صديقي، فدع عنك التكبر يا صديقي، ولا تشمخ فلن تبقى هرقلا، ستكبر جثة لتعود طفلا، لأنك مذ حبوت بقيت طفلا. والسلام عليكم.